ربما الرسالة الأهم والرسالة المدوية التي حصلت اليوم ليست إطلاق الصواريخ أو رد الإسرائيلي. الرسالة الأساسية والصفعة الكبيرة هي أتت من أهالي بلدة شوية الجنوبية، والتي اعترضت تلك قاذفة الصواريخ، والتي أكدت أن الشعب اللبناني لا يريد أن يحول لبنان حزب الله إلى بيئة أو إلى منصة، ويرفضون أن يكونوا عبارة عن أكياس رمل للدفاع عن مغامرات ميليشيا حزب الله. شو قدم؟ ما بتمل من هون. الشعب اللبناني يوجه اتهام لحزب الله أنه هو سبب المشكلة الأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان، وأيضا الشعب اللبناني يتهم حزب الله بتفجير مرفأ بيروت عبر استقدامه مادة الأمونيوم إلى المرفأ، والشعب اللبناني يتهم حزب الله أنه يسيطر ويقوض الاستقرار في لبنان. الشعب اللبناني اليوم بأكثريته الساحقة يرفض أعمال حزب الله ويرفض سياسة حزب الله، إنما عند هذا في المبدأ في الرأي العام، إنما عندما يصل الأمر إلى وضع راجمة صواريخ داخل بلدة، ومعروف هذه البلدة ليست البيئة التي تؤيد حزب الله، هؤلاء المواطنين هم من الطائفة الدرزية، وكل المواطنين اللبنانيين اليوم يعوا ما وضع حزب الله وأخطار حزب الله على الداخل اللبناني.